معلقنا القادم أحمد إسماعيل. الاسم أحمد إسماعيل أحمد يوسف، السن 31 سنة، المؤهل بكالوريوس تجارة قسم نظم معلومات، الوظيفة مدرس تربية رياضية. علاقتي بكرة القدم، أنا كنت بلعب في منتخب السويس وغزل السويس، ودلوقتي أنا بلعب مراكز الشباب. يعني علاقتي بموضوع التعليق إن أنا حبيت إن أنا أبقى معلق، وحبيت إن أنا حبيت الفكرة يعني، وأنا كنت بعلق أساساً في دورات رمضانية كتير يعني عندنا في السويس. أهلاً وسهلاً يا أحمد، أهلاً بيك. أهلاً بيك يا كابتن مدحت، أهلاً بيك. يمكن كلنا لما بدأنا التعليق كنا يعني أنا شخصياً كنت باخد كاسيت صغير كده وأروح أقعد في مدرج، أقسم بالله ده اللي كان بيحصل، وأفضل أعلق مع نفسي كده من المدرج. هل حصل حاجة بالنسبة لك كده ولا بس دورات رمضانية؟ هو دورات رمضانية بس، أنا بدأ معايا الموضوع من بدري. أنا كنت بنزل ألعاب بلاي ستيشن وكنت بقعد أعلق عليها يعني على البلاي ستيشن. كنت بقفل الأوضة عليا وبفضل إن أنا خلاص بقى مأقلم نفسي ومهيئ نفسي لجو التعليق يعني. جميل جميل. طيب يلا متعنا يا أبو حميد بقى. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلقكم الرياضي أحمد المليجي لإذاعة مباراة الأسبوع 21 من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز. تشكيل سيراميكا بسرعة كده: عامر قدامه، رجب بكار، خالد صبحي، عبد الله محمود، أحمد محسن، قدامه اللاعب صالح جمعة وكوامي بونسو وميدو جابر ومحمد إبراهيم. أدي واحدة مرة تانية، أجبر مرتدة عبد الله السعيد، ولكن بتمر تخرج تبقى ضربة مرمى لصالح فريق سيراميكا. أدي واحدة كده للمعلم عبد الله السعيد، بيحط واحدة كده بلمسة ولكن بتخرج بتبقى ضربة مرمى، لكن هنشوف كده شكلها يعني فيها اتجاه للفار بضرب الجزاء. هنشوف، ادي الحكم رايح فعلا للفار، رايح للفار باللمسة اللي اتلمست من ابراهيم، لاعب ابراهيم عادل من فريق سيراميكا، ولكن رايح هو للفار. هنشوف هيقول ايه، راجع بعد ما شافها وحسب ايه. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لفريق بيراميدز. ادي رمضان صبحي ابو الملايين، ابو الملايين، يا ولد يا رمضان، يا ولد يا رمضان، عائل يا ابني، عائل رمضان صبحي، رمضان. والهدف الاول على فريق السيراميكا، كان فريق السيراميكا ما كانش متوقع الهدف المبكر في الدقيقه 16 لرمضان صبحي، ولكن هدف رائع من ضربه جزاء اسكنها كده في شباك الحارس عامر. ادي واحده مره ثانيه عايز يعدي، ادي لمسه وعايز يعدي، لكن على طول الضغط لفريق السيراميكا، تروح للمعلم الناحيه الثانيه كمان صالح جمعه، يا ولد يا صالح، حط واحده حلوه حلوه بقت انفراد. اوبا يا شادي، يا شادي، يا شادي، يا شادي، يا ولد يا لعيب، شادي حسين على طول يسكنها في شباك بيراميدز. يعني والهدف الاول لفريق نادي سيراميكا كليوباترا ليعادل النتيجه بعد التقدم. لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا صالح، حلوه اللمسه من صالح جمعه، يا لعيب يا كبير، معلم كبير صالح جمعه، ولكن ضيع كده نفسه فتره من الفترات مع النادي الاهلي. لو كان خد الفرصه كان هيبقى حاجه ثانيه خالص. يا سلام عليك يا معلم. ادي الكابتن دي السيد بعد مباراتين تعادل، لكن مره ثانيه هجمه سريعه، رمضان يحط واحد لعبد الله، ادي تصويبه، تصويبه حلوه، تصويبه حلوه، لكن يا سلام يا عامر، حلوه كده من نبيل دونجا، تصويبه كده حلوه. شوف يا ولد على التريحه، يا ولد على التصويبه، ولكن عامر يحط ايده فيها على طول وتبقى ضربه ركنيه لفريق بيراميدز. لكن هجمه ثانيه مرتده لفريق السيراميكا، تنزل ثاني على الارض، كل الهجمات هتبقى ناحية معلم الفريق صالح جمعة. يا ولد يا صالح، يا ولد يا صالح، يا ولد يا صالح، عادي واحدة تانية حلوة بقت انفراد، والتاني التاني التاني عملها، عملها أحمد ياسر، عملها أحمد ياسر ريال. لكن إيه ده يا صالح، ده إيه يا صالح، ده بيدي هدايا، بابا نويل، بابا نويل صالح جمعة، وهدف جميل لأحمد ياسر ريال، بيقول له روح يا ابني، بيقول له روح هات الهدف التاني وريحنا شوية، طلعنا الشوط الأولاني وإحنا متقدمين بالهدف التاني. فعلا عملها، عملها أحمد ياسر ريان ليتقدم فريق نادي السيراميكا على. جميل يا احمد، جميل استاذ حسن. طبعا كويس احمد، يعني في تلقائيه، في تلقائيه طبعا، التلقائيه لازم تبقى محسوبه برضو، يعني تبان انها يعني حاجه كده يعني طالعه كده من القلب، بس يعني انت تبقى حاسبها، واضح انك انت بتقول تعبيرات او جمل
انت محضرها يعني على صالح جمعه، على الاهداف اكيد يعني. بص انا هكون صريح، ويعني انا عارف وانا بكرر تاني، انا لو انا مكانك وبعلق والله ما هاخد 2 من 10 يعني. انا عارف مساله صعبه يعني، لكن جزء اساسي من التعليق الصوت. يعني صوتك مش قوي جاي على الود بتاعتي انا، انما ان شاء الله يعني تبقى في المرات الجايه يمكن المساله تبقى احسن شويه. جميل كابتن حاسم. لا كويس يعني، كويس احمد اسماعيل، كويس محضر، كويس يعني تونه كويس مع الكوره، بس يعني فهاتك او اللازمات يعني ما تاخدش من حد يعني. بابا نويل والحاجات دي كلها حاجات موجوده. انا عارف طبعا بتبقى اكيد ليك ناس بتحب تتفرج عليهم فبتتاثر بيهم شويه، بس خلي دايما ليك انت حاجاتك لوحدك يعني. دايما الناس يقول لك اه ده عايز يقلد كذا او ده بيشوف كذا، يعني حاجات صغيره بس. كويس يا احمد ومجتهد، وربنا يوفقك ان شاء الله. كابتن ايمن. مش هزود حاجه لاحمد يعني، احمد اسكندراني وتحية طبعا لأهل اسكندرية يعني، ومن بحري وبنحبوه، من بحري وبنحبوه بالظبط كده. آه كابتن، فأحمد خامة صوت جيدة، لكن طبعا رأي الأستاذ حسن ورأي كابتن حازم مهم جدا، عليه أنه هو يسمعه كويس. وحضرتك برضو أستاذي، فأنا بقول أن التعليق ممكن تبدأ بشيء لكن بالتدريب تصل لأبعد شيء. طبعا ما فيش كلام، ما فيش كلام. طيب نروح للدرجات كابتن حازم. انا على طول كده انا هديله 6.5. 6.5 كابتن ايمن. انا هقلل نص درجه عن الكابتن حازم. 6. 6 استاذ حسن. 5.5. 5.5 وانا هديله 6. وانا هديله 6. توفيق يا حبيبي، وبشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله الجاي يبقى افضل بالنسبه لك بكتير ان شاء الله.